من الشباب من محافظة ذي قار. دائما احنا نقول بالعامية قوم التعاونت ما ذلت، فبالتالي احنا ابتعدنا عن الحكومة وشنو ممكن تقدمه، وصار اكو تعاون كلش كبير بين الشباب بكل محافظات العراق مو بس بذي قار. بس اللي صار هالمرة مجموعة من الشباب المتطوعين اللي حبوا يساعدون الفقراء، وبالتالي هم قاموا بجمع مبالغ مادية من الناس اللي يعني حالتهم ميسورة حتى يبنون 1000 بيت للعوائل المتعففة والعوائل الفقيرة. أكيد خلينا نشوف الصور حتى نعلق على الموضوع. يعني المتطوعون وهم مجموعة من أبناء ذي قار تطوعوا لجمع التبرعات من الخيرين وميسوري الحال لمساعدة الفقراء. الفريق أنجز الكثير من الأعمال التطوعية المختلفة، والآن يعمل على بناء 1000 دار للأسر الفقيرة التي تعاني من مشاكل السكن في الناصرية وأطرافها. طبعا تحية حب واحترام الشباب ذي قار والكل شبابنا بكل محافظات العراق. بالتالي هذه مبادرة جدا جميلة، يمكن هواية ناس ما فكرت تسويها وهم عندهم إمكانية، بس هذول الشباب اللي وصلوا رسالة هذه العوائل الفقيرة وحاولوا انه هم يعني يبنوا لهم مجمعات سكنيه، لان مثل ما تعرفون احنا شتا مالتنا لا يحتمل. فبارك الله بيهم على هذه الجهود المبذوله. حسناء يعني الشاب العراقي معروف بشهامته. اكيد طبعا ربي يبارك فيهم ويعطيهم الصحه والعافيه. يعني احنا دائما نسلط الضوء على ممكن هوايه امور ايجابيه تصير، خاصه كل شبابنا باي محافظه تكون، سواء يقومون بمشاريع ناشئه او اي فعل اخر. لكن اليوم هذا الموضوع يلي احنا سلطنا الضوء عليه، لان صار من الضروري انه احنا نتطرق لهذه المواضيع حتى نبين انه لو خليت قلبت لحد الان موجوده الانسانيه بكل شخص عراقي.